مريم، ألف سلامة عليك. الله يسلمك. أنت إيه اللي جابك؟ هو أنت متضايق إن أنا جيت؟ لا طبعًا، بس أنت خدتي العنوان عشان تبعتي ورد، كنتش أعرف إنك جاية يعني. أيوة، قلت أطمن عليك يعني. مريم، هو أنت بتروحي الرجالة للبيت عادي كده؟ إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ لا طبعًا، بس أنا عارفة إن شيماء هنا وطنط يعني. سوري يعني لو ضايقتك. لا مفيش مضايقة ولا حاجة. أنا مبسوط طبعًا إنك جيتي وشفتك وكل حاجة، لكن للأسف مش هقدر أقولك اتفضلي. ماما وشيماء نزلوا من شوية. أوكي، لا ولا يهمك خالص، معلش ما تزعلش. تمام، آسف. طب أنت نازل الشغل إمتى؟ يعني يومين كده أنا بتحسن، بس طبعاً هنزل معاك دلوقتي أوصلك، أنا مش هقدر أسيبك كده تمشي لوحدك. لا لا خالص، تنزل فين؟ خليك أنت مرتاح، أنا هنزل لوحدي. لا لا، انزلي استنيني دقيقتين تحت، أنا هجهز وانزل. طيب سلامتك. مش تأخر عليك. أوكي، باي. هي دي حياتي وده شغلي، ومريم طبعا في عناية. بس المفروض يعني قاعدة زي دي كانت تبقى الست الوالدة موجودة. أنا قلت أجي الأول أتعرف على حضرتك وعلى عمر طبعا، وبعدين المرة الجاية أجيب العيلة كلها وتبقى حفلة كبيرة إن شاء الله. عموما كده كده دي قاعدة تعارف يعني. مظبوط طبعا، بس أنا الحقيقة أفضل إن المرة الجاية يبقى كاتب كتاب على طول. لا مش هينفع على طول كده، استهدوا بالله شوية يا ولاد. معقول لازم تبقى في فترة خطوبة الأول عشان يعني تعرفوا بعض أكتر. الحقيقة حضرتك أنا عندي أخت بنت، مفضلش إن الفترة اللي قبل الجواز تبقى طويلة يعني. إيه ده يا عم آدم؟ بشويش علينا شوية يا أولاد، استهدوا بالله، ده جواز مش سلق بيت. ما عشان كده يا طنط أنا مستعجل بصراحة، أنا مش هلاقي حد زي الأنسة مريم تبقى شريكة لحياتي وأم أولادي، وأنا مش شايف أي داعي للعطرة يعني بصراحة. وعلى كده أنت شقتك جاهزة يا آدم؟ عندي شقتي. ودي فين بقى الشقة دي؟ هي الشقة اللي أنا قاعد فيها، بس ماما وشيماء هيروحوا يقعدوا مع خالتي بقى، هي كده كده قاعدة لوحدها يعني. عموماً أنا مش هقدر آخد قرار دلوقتي، لازم آخد وقت في التفكير شوية. بس إحنا يعني تقريباً متفقين على كل حاجة. اتفضل الجاتو يا أستاذ آدم. يا ماما آدم. اتفضل الجاتو يا أستاذ آدم. شكرا جدا. مش عاجبك ليه يا ماما؟ مش حكاية مش عاجبني يا مريم، ما ينفعكيش يا ماما. أنا أول ما دخل عليا كده حسيت فعلا إحساس إنه ده ما ينفعش، مش شبهنا يا ماما. هو شكله مش بطال، بس هو كمان مش جاي يصور يعني إعلان. وبعدين أنا مش فاهماكي بصراحة، ست الفودي ابن علي أبو جبل وعايزة تتخطبي أنا آسفة يعني للعرة ده. لا من فضلك يا ماما ما تغلطيش فيه. أنا ما بغلطش فيه، أنا بحاول أنبهك. اهدوا بس يا جماعة، أنا شايف إن الكلام ده كله سابق لأوان. أنا بس اللي مستغرب له حاجة واحدة بس، هو ليه مستعجل قوي كده طالما مش جاهز 100%؟ يعني الحق عليه إنه مش عايز يصاحبني ولا يعمل فترة خطوبة؟ الراجل جاي دغري تقوموا تعملوا كده؟ ده هو بيحبك بقى وعارف مصلحتك أكتر مننا. لا يا ماما، أنتوا الاتنين عارفين مصلحتي كويس قوي، بس أنا مش صغيرة ولا واحدة عايزة تتجوز وخلاص. أنا اخترت آدم وبتحمل مسؤولية اختياري. طب يا مريم نبدأ بخطوبة، تعرفي قد إيه هو بيحبك وتتأكدي من حبه ليكي والكلام ده كله؟ أنا أعرفه بقالي فترة وشفت كل ده وخدت قراري خلاص. أنتوا بتتكلموا فين أنتوا الاتنين؟ الجوازة دي مش هتتم يعني مش هتتم ولا على جثتي. استنى يا مصطفى. اتفضل. جميلة، شكرا شكرا. بسم الله ما
شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه النظافه يا واد والحلاوه دي؟ ده انت وعيتك حاجه وزي الفل. ومراتك ايه؟ ادعي لاختك يا اخويا تكون جوزتها زي الفل. لا حاجه خلاص ماشي ان شاء الله. حبيبي اي حاجه. ايه المستوى ده؟ وازاي اعتماد توافق على كده؟ مش مصدقه يا مامي، مريم اكيد اتجننت. انت شايفه شكل اخته وبنات خالته عاملين ازاي؟ وحشاني يا الهام. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك في عمرك، عقبالك يا بنوته، عقبالك يا بناتين. ابني قمر وبنتك قمر، ايه بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم. عقبال يا اختي كده ما تفرحي بعمر ان شاء الله عن قريب. يا رب ربنا يخليك يا حاجة، عقبال شيماء إن شاء الله. تسلمي لي يا حبيبتي. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، صلاة النبي صلاة النبي عليكم. كلكم بقى كده عرايس، اتجوزتوا ولا لسه؟ لا لسه. لسه؟ حلو، الواد ابن أختي عايز يتجوز عروسة، هجيبه بقى كده عشان ينقي واحدة منه. هو مش بينقي من سوبر ماركت على فكرة. من إيه يا أختي؟ إيه ده؟ ده المأذون أهو. يلا بقى عشان نكتب الكتاب ونفرح. يلا يلا يلا. معلش حقك عليا. حبيبتي ده فطار خمس نجوم ده. طبعا، واحنا هنهزر؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا جوزي يا حبيبي يا ابو عيالي في المستقبل القريب ان شاء الله. لو اني عايز اشبع من امهم الاول، بس طبعا ربنا يرزقنا بالخير في الصالح ان شاء الله، ده الاهم. يا رب يا حبيبي. طب يلا كمل اكل هيبرد. انا بحبك قوي يا مريم. وانا كمان بحبك قوي. هاتي بيضه بقى. أحيني. اه صحيح، نسيت اقول لك، مش انا جالي شغل؟ شغل ايه؟ مدرسه امريكان، بس ايه، هتبقى من اكبر واهم المدارس في مصر. كنت بعت لهم السي في بتاعي زمان ونسياه.